دائما مع النجوم السابقين لفريق اتحاد العاصمه، معنا النجم السابق للاتحاد حسين مترف. حسين مترف، شاركت في المباراه هذه التكريميه الخاصه بمحمد شريطيه، كلمه في حق محمد. محمد واش نقول لك، لاعب غني عن تعريف. اول وقبل شيء يعني لعبت معه في صنف الاصغر في اتحاد العاصمه، وين قضينا ايام جد ممتازه هنا مع شبان اتحاد العاصمه في صنف جونيور، واليوم كرمناه يعني نظرا لاخلاقه العاليه ما شاء الله، وحتى دوره في كره القدم ويلعب تقمص عديد يعني اقمصه تاع الانديه اللي على غير اتحاد العاصمه، شباب الوزداد، مولوديه سعيده، نصر حسين داي، لعب يعني في وداد تلمسان، لعب في عده انديه واعطى الكثير للكره الجزائريه، والحمد لله اليوم شرف كبير يعني كرمنا دغماني في المره اللي فاتت. اليوم محمد شريطيه، والعاقبه ان شاء الله لكل اللاعبين، هذه نبذه مليحه يعني، وان شاء الله نتمنوا تسود كل الملاعب الجزائريه ان شاء الله. شفناك حسين مازالك في الفورمه يعني ما شاء الله. لا ولا غير نورمال، انا ما حبستش يعني ملي يعني توقفت على كره القدم في اتحاد البوليده يعني كانت مؤخرا يعني اخر فترة تاعي الباساج تاعي الاخر في اتحاد البوليده 2021، الحمد لله ما نتوقفش يعني عندي ممارسه يوميه يعني 2 مرات في الاسبوع يعني على الاكثر، في بعض الاحيان 3 مرات 4 مرات. سؤال اخير يعني، وقتاش نشوفوا حسين مدرب ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني ذكرنا في استوديو التحليل، وانا يعني نمدوا في اشياء يعني في التحاليل تاع كره قدم، مع ان كره قدم ما تقدرش يعني تمد كل مره تزيد تتطور، كل مره يظهروا يعني اشياء جديده، نتمنوا يعني نكونوا فوق الميدان احسن يعني من البلاطو. البلاطو شيء مهم انك تبين يعني تعرف كره قدم، يعني عندك يعني وجهه نظر تاعك يعني شخصيه، يعني ما تقمصش يعني شخصيه اي مدرب، تشوف انت النظره تاعك انت اللي تتمتع بهذوك الخصائص يعني اللي يسحقهم مدرب، وان شاء الله يكون يا رب من نصيبنا النجاح والتوفيق في المهنه هذه تاع مدرب. ربي يحفظك.